عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. الأوقاف السنية تحث المصلين على الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية. تجار مواد غذائية وتموينية يؤكدون على توفر جميع أنواع الأغذية والمنتجات الأساسية طوال شهر رمضان. برنامج خاص للتبرعات الجاليات لحملة فينا خير الجمعة على تلفزيون البحرين. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. نوهت إدارة الأوقاف السنية بضرورة التزام كافة المصلين بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية بمملكة البحرين، وذلك بإقامة الصلوات وصلاة التراويح في المنازل تماشيا مع الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين من كل سوء وأن يجنب أهلها وكافة المسلمين الأمراض والأسقام. وفي ذات السياق، أعلنت إدارة الأوقاف الجعفرية بأن المحاضرات الدينية خلال شهر رمضان المبارك ستعرض عبر تقنية البث المباشر عن طريق الفضاء الإلكتروني من خلال تواجد الخطيب فقط في داخل المأتم من دون حضور المستمعين. ودعت الإدارة المصلين إلى الالتزام بالصلاة وممارسة الشعائر الدينية بالمنازل تنفيذا للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية بمملكة البحرين بشأن التصدي لفيروس كورونا وحفاظا على الأجواء العبادية من جهة، والالتزام الكامل بالتوجيهات الاحترازية الضرورية من جهة أخرى. طمأن تجار مواد غذائية وتموينية جمهور المستهلكين من مواطنين ومقيمين بتوفر جميع أنواع الأغذية والمنتجات الأساسية طوال شهر رمضان المبارك، مع تهيئة كافة الظروف لسد أي نقص أو طارئ غذائي خلال الشهر الفضيل، وبما يضمن انسيابية حركة استيراد المواد الأساسية لتلبية احتياجات السوق المحلي. وأجمعوا أن أسعار الخضار والفواكه واللحوم الحمراء والدواجن ومختلف أنواع الألبان والأجبان والمخبوزات في متناول الجميع، ولن يطرأ عليها تغييرات ملموسة، وذلك بفضل المخزون الاستراتيجي الذي تملكه المملكة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤكدين عدم حاجة الجميع للتهافت على الأسواق أو التخزين. تحرص الجمعيات الخيرية في مملكة البحرين وبشكل سنوي على إهداء الأسر المتعففة سلال رمضان التي تضم المواد الغذائية. وفي ظل التعليمات الصادرة بخصوص مكافحة فيروس كورونا، لم توقف الجمعيات هذه المبادرة السنوية، بل قامت بتوصيل السلال إلى المنازل وسط إجراءات وقائية لسلامة كلا الطرفين. من دون تلامس، سلال رمضان تصل إلى باب الأسر المتعففة، تتولى القيام عليها ثلة من الجهات الخيرية تحرص على إسعاد تلك الأسر في هذه الأيام المباركة، على اعتبار أنها عادة سنوية يجب ألا تنقطع رغم الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البحرين والعالم بأسره جراء تفشي فيروس كورونا. طبعا عندنا توزيع السلال الرمضانية اللي متعودين عليها كل سنة، نطلعها من جمعية بصمة خير للأسر اللي موجودة عندنا. طبعا هالسنة بأوامر القيادة الرشيدة ان عدم التجمعات وان نحافظ على عدم انتشار هاي الفيروس، بيكون عندنا مبادرة ان يكونون في البيت ان شاء الله بإذن الله، ويكون احنا بنفسنا نوصل السلال لكل أسرة مدرجة عندنا موجودة. نقصة رمضان عادة بحرينية متأصلة لدى أبناء البحرين يحرص عليها أبناء المجتمع في كل موسم، ومن هذا المنطلق وضعت الجمعية الخيرية نصب أعينها هذه العادة، فسخرت كل جهودها بالتعاون مع مجموعة من الشباب المتطوع لتحقيق هذه الغاية. حبينا تكلنا باصمة اليوم في توزيع السلة الرمضانية اللي تعودنا كل سنة احنا نوزعها، لكن في هالظروف استثنائية حبينا ان يعني تكون لنا باصمة خاصة تبع الجمعية. بتوجيهات من القيادة الرشيدة حبينا ان نوصل سلة رمضانية لحد
البيت حق سلامة المواطنين وسلامتنا. حبينا نهدي الأسر المتعففة اللي مسجلين عندنا بسبب الوباء المنتشر حاليا، بدل ما يجون هم عندنا وياخذونهم، فاحنا حبينا نهديهم السلال نوصلهم لين عندهم علشان يكونون في البيت عشان الظاهرة دي ما تنتشر أزيد وأزيد. سعادة غامرة مغلفة بوعي شديد وإجراءات احترازية اتخذتها الجمعيات الخيرية بناء على توجيهات الحكومة الموقرة في طريقة توصيل المساعدة الإنسانية للأسر المتعففة، ومن أبرزها سلال رمضان والتي اعتادت الجمعيات الخيرية على توزيعها في الشهر الكريم، يقابلها تفهم ووعي شديد من قبل الأسر المستقبلة لتلك المساعدات. عادة سنوية تقوم بها الجمعيات الخيرية لإسعاد الأسر المتعففة بالتزامن مع دخول الشهر الفضيل، وفي هذه الظروف الخاصة جاءت فكرة توزيع السلال الرمضانية على المنازل حفاظا على صحة الجميع. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. السادسة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. تلفزيون البحرين يستعد لإطلاق دورته البرامجية الخاصة بشهر رمضان المبارك. أعلن الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيد عن تنظيم برنامج تلفزيوني بالتعاون مع تلفزيون البحرين لاستقبال مساهمات الجاليات المقيمة في مملكة البحرين من الأفراد والمؤسسات والشركات للتبرعات المالية، وذلك ضمن الحملة الوطنية فينا خير يوم غد الجمعة. وأوضح السيد أن هذه المبادرة تأتي استجابة للاتصالات والمطالبات من العديد من الجاليات الذين يكنون كل المحبة والتقدير لهذه الأرض الطيبة، وتقديرا منهم لما يحظون به من محبة واحترام من قبل مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا. وأكد أن هذه المبادرة غير مستغربة على الجاليات الصديقة التي تعيش على أرض مملكة البحرين، فقد كانت لهم مساهمات متميزة من جميع الحملات التي تطلقها المؤسسة. يستعد تلفزيون البحرين لإطلاق دورته البرامجية الخاصة بشهر رمضان المبارك بمحتوى يتناسب مع هوية الشهر الفضيل ويلامس روحانيته في المجتمع البحريني. وأكد الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون عبد الله الدوسري الجاهزية الكاملة لإطلاق باقة برامجية شاملة ومتنوعة خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى أنه تم الحرص على تقديم هذه الحزمة البرامجية المحلية عبر كادر فني وإداري متخصص، منوها بأن ما يمر به العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد قد أثر في العديد من نواحي الإنتاج بما فيها الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني. نعى الوسط الإعلامي في مملكة البحرين وفاة أستاذ الإعلام المساعد بكلية الآداب بجامعة البحرين الإعلامي الدكتور عوض هاشم، والذي وفته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 66 عاما. وكان للدكتور هاشم إسهامات إعلامية كبيرة، حيث أعد وقدم مئات البرامج الإذاعية والعروض التلفزيونية بوزارة الشؤون الإعلام، إضافة إلى تقديمه لنشرات الأخبار الإذاعية والتلفزيونية لسنوات. وعمل الدكتور عوض هاشم كأستاذ مساعد في قسم الإعلام والسياحة والفنون بكلية الآداب في جامعة البحرين منذ عام 1999، كما ساهم في تدريب عدد كبير من الإعلاميين داخل المملكة وخارجها، وحاز على العديد من الجوائز المحلية والعربية في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان، وأن لله وإن إليه راجعون. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين.
إلى هنا وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى آخر حلقة من برنامج السادسة لهذه الدورة. لنتوقف خلال شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة. تقبلوا مني أنا وفريق العمل أطيب التحايا، ودمتم برعاية الله. إلى اللقاء.